بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الزمان الذي نحيا فيه والذي يعرف باسم زمن العلوم والتقنية قد توفر فيه للإنسان من المعرفة بالكون ومكوناته ما لم يتحقق لجيل من البشر من قبل. لذلك فإن النظر الآن في هذه الآيات الكونية الواردة في كتاب الله عز وجل على ضوء الحقائق العلمية المتوفرة يعتبر من أوضح البراهين على هذا الإعجاز العلمي للقرآن الكريم. وقد جاءت الآيات الكونية في القرآن الكريم كلها مقام الشهادة لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وبديع الصنعة. معنا اليوم فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في هذه الحلقات يحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. أهلا وسهلا بكم. بكم سيدي. فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي الأستاذ المحاضر في كلية التربية بجامعة دمشق والخطيب والأستاذ الديني في جوامع دمشق. إن أردنا أن نتفكر في شيء معين وإن أخذنا مثلا ما نلبس من سترة لوجدنا أنها مرت بمراحل كثيرة لكي تصبح على هذا الشكل. فلنتفكر في هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي ومع دودة القز والحرير لنرى عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى، وهو أول مرحلة من مراحل صنع اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أستاذ عبد الحليم جزاك الله خيرا، لا بد من توضيح دقيق أن هذه الأرض فيها آيات للموقنين. إن أردت اليقين ففي الأرض آيات للموقنين. إن كل شيء في الأرض وفي السماء ينطق بوجود الله وبكماله وبوحدانيته، والصنعة تدل على الصانع، والحكمة تدل على الحكيم، والقدرة تدل على القدير. وقد قال أعرابي مرة: البعرة تدل على البعير، والماء يدل على الغدير، والأقدام تدل على المسير. أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدلان على الحكيم الخبير؟ بالتأكيد أن الله سبحانه وتعالى حينما قال لا تدركه الأبصار، حواسنا الخمس لا تستطيع أن تدرك أو أن ترى الإله العظيم. قال ربي أرني أنظر إليك، سيدنا موسى قال إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. معنى ذلك أن حواسنا الخمس لا يمكن أن ترى الله عز وجل، إلا أن عقولنا التي أكرمنا الله بها، هذه العقول يمكن من خلال الآثار أن تعرف المؤثر، من خلال النظام أن تعرف المنظم، من خلال الخلق أن تعرف الخالق. فنحن نملك وسائل معرفة الله عز وجل، إنها الآثار التي تدل عليه. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. هذه الدودة دودة القز والحرير من آيات الله الدالة على عظمته. يسميها العلماء ملكة الأنسجة بلا منازع. مهما تفنن الإنسان في صنع قماش لطيف لين خفيف الوزن لا يمكن أن يرقى إلى مستوى صناعة دودة القز لهذا الحرير. الحقيقة أن خيط الحرير هو لعاب هذه الدودة، فإذا لامس لعاب هذه الدودة الهواء أصبح خيطا. هذا اللعاب مطلي بمادة بروتينية يعطيه لمعانا لؤلؤيا. خيط أساسه لعاب جف في الهواء
مطلي بمادة بروتينية تجعله لامعا، ودودة القز تستطيع أن تنسج 6 بوصات في الدقيقة الواحدة، وطول خيطها 300 متر. طول خيطها 300 متر، كل 360 شرنقة تساوي قميصا حريريا واحدا. كم وزن هذا القميص؟ هذا القميص خفيف جدا، لا يزيد وزنه عن 10 غرامات. هذا القميص خفيف جدا لا يزيد وزنه عن 100 غرام. إن 10,000 شرنقة تساوي 1 كيلو من الحرير. إذن الحرير خيط متين أمتن من الفولاذ، أي لو أمكننا أن نسحب الفولاذ بقطر خيط الحرير لكان خيط الحرير أمتن من الفولاذ. هذه حقيقة قد لا تصدق. فهو متين وخفيف ولامع، وهو في الأصل لعاب يجف إذا لامس الهواء، وهو مستمر. يعني 360 متر تقريبا طول خيط الدودة القز. نعيد ونؤكد أن صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ما العلاقة بين صنع الله الذي أتقن كل شيء وبين قوله تعالى إنه خبير بما تفعلون؟ يتمتع الحرير بألوان زاهية، فهناك دود يصنع الحرير الذهبي، وهناك دود يصنع الحرير الفضي كاللؤلؤ تماما، والحرير الذهبي بلون طبيعي لا يتأثر بالشمس ولا يحتاج إلى تثبيت، لون ثابت كالذهب ولون ثابت كاللؤلؤ. مرة أمسكت عباءة مصنوعة من الحرير الطبيعي، لمعانها ووزنها الخفيف شيء لا يصدق. لذلك يعد الحرير من أرقى أنواع الأنسجة، وهو من صنع هذا المخلوق الصغير الذي يسمى دود القز. أنا ألاحظ أن الإنسان كلما أراد أن يبلغ الكمال في صنعته يقترب من صنعة الله عز وجل. فالصوف الطبيعي غالي جدا، السبب أن خيط الصوف مفرغ. يعني خيط الصوف الذي تصنع منه بعض الألبسة الشتوية مفرغ في داخله، وهذا سر الخاصة التي يتمتع بها الصوف. أما الإنسان حتى الآن لم يستطع أن يصنع خيطا مفرغا من داخله بدقة خيط الصوف. الآية الكريمة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنا حينما أستخدم عبارة متين، هي عبارة فيزيائية دقيقة. المتانة صفة تقاوم قوى الشد، والقساوة صفة تقاوم قوى الضغط. فأنا حينما أضغط أو أشد، قوى الضغط تقابلها قوة القساوة، وقوى الشد تقابلها قوة المتانة. فالفولاذ المضفور أمتن العناصر على الإطلاق، لذلك تصنع منه الحبال الفولاذية التي تحمل المصاعد وتحمل التلفريك. فأمتن عنصر على وجه الأرض هو الفولاذ المضفور. إن خيط دودة القز أمتن من الفولاذ، ولكن لا يستخدم في الصناعة. بينما أقسى المواد على الإطلاق هو الألماس، وميناء الأسنان يأتي بعد الألماس في درجة القساوة. والآن لو فكرنا في قوله تعالى إن كيدي متين، ما علاقة المتانة هنا مع كيد الله عز وجل؟ كيد الله هو تدبيره. ومعنى إن كيدي متين أي أن الإنسان مهما بدا كبيرا، مهما بدا قويا، مهما بدا متألها، مربوط بحبل متين
لا يستطيع التفلت من أمر الله. ومعنى قوله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، معنى سبقوا أن الذين كفروا بالله عز وجل لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا ما أراده الله، وأن الذين كفروا بالله عز وجل لا يستطيعون أن يتفلتوا من منهج الله. إذن المتانة تعني مقاومة قوى الشد، والقساوة تعني مقاومة قوى الضغط. ما دام الحديث وصل إلى هذا، أذكر أن الإسمنت السنتيمتر مكعب منه يتحمل من قوى الضغط ما يزيد عن 550 كيلو، لكن هذا السنتيمتر مكعب من الإسمنت لا يتحمل من قوى الشد إلا 5 كيلو، يعني 5 كيلو تكسيره شدا، و550 كيلو يتحملها ضغطا. لذلك لا بد في الإسمنت من تسليحه بالحديد. نعم. أما الذي ذكرته قبل قليل يعني إن كيدي متين، أي أن الإنسان في قبضة الله. قد يتوهم أنه طليق، هو ليس طليقا، ولكنه مربوط بحبل مرخى إلى أن يحين الحين. إذن يمكن أن تكون هذه الدودة بخيطها الذهبي أو اللؤلؤي، بخيطها المتين البراق الذي يفوق في متانته الفولاذ، وبهذا الطول المديد 300 متر، وبهذا الوزن الخفيف، آية من آيات الله الدالة على عظمته. حكمة أودع الله سبحانه وتعالى في خلقه، كما تحدثنا عن دودة القز والحرير، وهذا الصنع المتين من لعاب دودة القز، وهذا النسيج الذي يخرج منها، وهو من أجمل ما رأينا من نسيج إن خرج ذهبيا أو لؤلؤيا. حكمة أخرى ذكرها الله سبحانه وتعالى في آية كريمة تحدثت عن بيت العنكبوت، وهذا ما ذكرتم في كتابكم، فحبذا لو تحدثونا عن هذه الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إن بيت العنكبوت ذكره الله في القرآن الكريم فقال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. الوهن هو الضعف. بيت العنكبوت أوهن بيت بنص هذه الآية، فقال العلماء إن هي حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، وإن أوهن البيوت لبيت، اللام في قوله لبيت هي بإعراب النحاة لام المزحلقة، هي أساسها لام التوكيد، زحلقت من اسم إن إلى خبرها. إذن هناك توكيدان في الآية، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فإن تفيد التوكيد واللام المزحلقة تفيد التوكيد أيضا. يقول الله عز وجل وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إذا ذكر الله شيئا من خلقه فليلفت نظرنا إليه. وبعضهم قالوا إذا أقسم الله بشيء فبالنسبة إلينا، إنه عظيم بالنسبة إلينا لا بالنسبة إليه، وإذا لم يقسم معنى ذلك بالنسبة إليه. هذا توجيه للقسم في قوله تعالى والشمس وضحاها، وفي قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. فإذا أقسم فبالنسبة إلينا، وإذا لم يقسم فبالنسبة إلى ذاته. هذا بعض توجيهات الآيتين الكريمتين. فالله عز وجل هنا يؤكد مرتين بإن وبلام المزحلقة إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. جاء في بعض التفاسير أن بيت العنكبوت ضعيف لأنه لا يغني عنها من حر ولا من قر ولا من مطر ولا من رياح، وهو ضعيف لتفاهته وحقارته، هكذا ورد في بعض التفاسير. ولكن أستاذا في علم الحشرات في كلية العلوم
في إحدى الجامعات العربية يقول في بعض كتبه العلمية إن في قوله تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا في هذه الآية إعجاز علمي، حيث إن التي تبني البيت هي الأنثى، فجاءت تاء التأنيث في قوله تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يعني هل يستطيع واحد في عهد النبي أن يفرق بين ذكر العنكبوت وأنثاها؟ مستحيل. الآن ثبت أن التي تبني البيت هي الأنثى. في ملمح آخر في قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي، فالنحل التي تبني بيت الشمع أيضا أنثى. يعني الآن بعض العلماء استنبط، ولعل هذا يعني قريب من الصحة، أنه في عالم الحيوان الأنثى هي المسيطرة وهي التي توجه، وأن دور الذكر محدود جدا أمام مهمات الأنثى. فلذلك الإنسان حينما يتخلى عن قوامته التي كرمه الله بها ويعطي كفة القيادة إلى زوجته، فكأنه ابتعد عن إنسانيته التي شرفه الله بها حينما قال الرجال قوامون على النساء. لكن أنا اطلعت على بحث جديد في العنكبوت، هو أمتد من الفولاذ بخمسة أمثال، بل إن بعض الأنسجة التي تصنع منها القمصان التي تقاوم الرصاص مصنوعة من مواد تشبه المواد التي صنعت منها خيوط العنكبوت. فهو الوهن هنا أنه لا يقيها لا من حر ولا من برد ولا من رياح ولا من مطر. أما خيط العنكبوت كخيط دودة القز أمتن من الفولاذ، وهذا من آيات الله الدالة على عظمته. الأنثى في العنكبوت هي التي تغزل البيت، وهي التي ترغب الذكر في الدخول إلى البيت، حيث تقوم أمامه بحركات مغرية وتسمعه بعض الألحان الطنانة فيأوي إلى بيتها، وبعد التلقيح تأكله وتفترسه وتأكل أولادها من بعده، ويأكل بعض أولادها بعضهم الآخر. فضعف البيت هنا إضافة إلى أنه لا يقيها من حر ولا من قر ولا من رياح ولا من مطر، فضعف هذا البيت يتأتى من ضعف علاقاته الداخلية، وقد يجمع الضعفان في ضعف واحد. الحمد لله أن الإنسان بعيد عن هذا الأمر. يعني هي من آيات الله الدالة على عظمته، يعني هذه الرحمة التي أودعها الله في الإنسان هي من الله عز وجل، بدليل أنه لم يودعها في بعض الحيوانات، يلقحها ثم تفترسه ثم تأكل أولادها، بل إن بعض أولادها يأكل بعضهم الآخر. فالوهن هنا التمزق الداخلي، وفي هذه الآية ملمح كبير لنا. فكلما اختلفنا وكلما تنازعنا ضعفنا، قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ومعنى تفشلوا تضعفوا، نستخدمها نحن خطأ في الإخفاق، الفشل هو الضعف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. طبعا هذا درس لنا في مواجهة أعدائنا أعداء الأمة، لا بد من التماسك الداخلي حتى نكون أقوى على مواجهة الأخطار الخارجية. إذن أيها الإخوة والأخوات، فكما شاهدنا وسمعنا أن لكل خلق الله أو لكل حيوان من الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى وكل حشرة من الحشرات هناك حكمة من وراء صنعها وخلقها. فدودة القز وهي التي تعطي الحرير، وهو الحرير المتين جدا وصاحب هذه الألوان البهية، وبيت العنكبوت الذي ضرب مثلا الله سبحانه وتعالى في آية إنه أوهن البيوت، وذلك يدل على هذا الوهن الداخلي والخارجي. نتابع مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي هذه السلسلة من الحلقات، وإلى حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.